خلينا نتعدى ونحكيه على موهبه اخرى ربما طريقها باش يكون مشابه لميسي على الشلاء اللي هو لامين يامال لاعب برشلونه 16 سنه فقط اللي حكينا عليه مريم المره الاخرى كانت تفكر لاعب الحقيقه في كل مره يزيد يثبت انه يستحق مكانه في برشلونه ويستحق انه يلعب مع لاعبين بالامس القريب كان طفل وكان يتفرج فيهم اليوم يلقى روحه يلعب بجنبهم. لامين يامال 16 سنه تعرف انه الاب نتاعو مغربي وامه من غينيا الاستوائيه. يامال تولد في اسبانيا عاش حياته كل في اسبانيا وموهبه كما هذه اكيد المنتخبات ما تنجمش تفلتها. نحكي وخاصه على منتخب المغرب ومنتخب اسبانيا بما انه منتخب غينيا الاستوائيه تقريبا مستحيل انه يمثلوا لامين يامال. دونك نحكيو على المغرب واسبانيا. المنتخب المغربي اكيد مفلتش الفرصه. فوزي لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه تحول الى اسبانيا منذ ايام مجتمع بلامين يامال والوالد نتاعو. الخبر هذايا خوف برشا اسبانيا, خوف من الجامعه الاسبانيه كره القدم وحتى الصحف وغيره, والشيء اللي خلى حتى اسبانيا تتحرك باش تضم اللاعب هذايا. قبل ما نكملوا نحكيو نسمعوا والد لامين يامال منير نصراوي اللي حكى في تصريح لاحد الصحفيين المغاربه على ولده وشكون باش يختار باش يمثل. السلام عليكم مرضي, صباح الخير. من hermano, yo ahí no te puedo decir ni con Marruecos ni con España porque el futuro nada más chala. De como me han dicho otras personas, un chico que ha jugado al fútbol y lleva muchos años entrenando para llegar donde ha llegado, ¿me entiendes? Orgulloso estaré y si no pues también porque es mi hijo. Entonces el respeto. كما سمعنا نترجم شويه الكلام اللي قاله, قال انه لامين يامال مازال ما اختارش شكون باش يمثل المغرب ولا اسبانيا, قال ما يعرف المستقبل كان الله سبحانه وتعالى. هكا قال منير نصراوي. كيف ايضا قال انه انا باش نكون فخور اذا كان اختار المغرب, وايضا باش نكون فخور اذا كان اختار اسبانيا لاني نحترم الشوا نتاعو. قال هو طفل مازال صغير يحب يزيد يكمل يجتهد ويكمل يوصل للي يحب عليه, وفي الاخر انا راني الاب نتاعو باش نكون معاه مهما كان الاختيار نتاعو. رغم اللي تعرف مريم وسمعت انت حتى الكلام انه ابوه مغربي معناها ابن عجد ابوه اونت بارونتيز فدلك فقط راهو خارج حارق معناها من المغرب في سنوات سابقة, وابوه مازال حتى هو صغير في السن معناها في 30 سنة تقريبا عمره, وابوه أكثر في آخر ثلاثينات. دونك هنا نفهموا أنه ربما الوالد متاعه حتى بينه بالروح يميل شوية يمكن للمغرب على اعتبار أنه مغربي ويحكي بالعربي والكل وغيره, لكن أيضا يقول لك أنا باش نكون خيار القلب يعني بالضبط مهما اختار. في مرحلة أخرى البارح بالذات الصحف الإسبانية ماركا وآس وغيرهم من الصحف وحتى القنوات تحكي برشا على أنه ترب على الاخر من تمثيل المنتخب الاسباني. وتعرف انت الصحافه الاسبانيه نجم يكون حتى مازال ما اختارش لكن تحاول ان تقربوا شويه لاسبانيا مش تأثير بالضبط تأثير يربحوا شويه وقت زاده مش اللاعب يختار. على كل هو فما مصادر تقول انه اجتماع زاده بمدرب المنتخب الاسباني واعطاه انه باش يكون حتى اساسي في المنتخب الاسباني. هذا كلام ما نجموش نقولوا حتى شيء اوفيسيال توا, نستناو القائمه المقبله منتخب الاسباني باش تكون اليوم ولا غدوه نشوفوا لامين يامال موجود ولا. ومن بعد عندنا جزء قائمه عندنا القائمه التونسيه لليوم بنتي باش تواكبها المنتخب الفرنسي اليوم مدساتي بلا كل منتخبات وبين قوسين انت حكيت على اللاعب هذايا بلا المغربي الاسباني فما زاد اللاعب التونسي اسماعيل غربي اللي كان مده فما امكانيه انه يلتحق بالمنتخب التونسي اللي هو باش تسالفوا البي اس جي لفريق سويس الفريق كلوب دو لوزان وشي اللي هو دونك ما لقاش بوقته في البي اس جي وكا سويسرا تستقطب شويه. هو اسماعيل الغربي في ميركاتو الشتوي الفارط كان باش يمشي لنيس اعاره ليله اخر ليله في الميركاتو الاوراق نتاعو وصلوا مخر لفريق نيس بعد نص الليل بدقائق معناها هذا الشيء اللي خليه يقعد في بيزي كامل سيزون. سنة كان قريب من سانت إتيان كان قريب أيضا من نيس لكن في الآخر اختار لوزان السويسري يمكن باش يلقى أكثر وقت لعب. احنا نتمنى أنه يمثل منتخب وطني ورغم أنه مريم حسب المصادر وبعض المعلومات في الأشهر الأخيرة قريب برشا اسماعيل الغربي من تمثيل المنتخب التونسي. تري بيان للمواكبه هذه وللمتابعه. ميرسي بوكو هاني 7:30 بعد الاشار الموعد مع اصل الكلام. نسلم برشا على عماد رحماني اللي بالنسبه لي من اجمل الفقرات وذي فما اجماع على حقيقه على اصل الـ يعني اللي نقدموا لهم معلومات خارجه على لي تيغان هاني, وكذلك فقره اصل الكلام اليوم